الزواج من إيطالي أو إيطالية يعطيك الحق في تقديم طلب للحصول على الجنسية الإيطالية بعد الزواج بسنتين إذا كانت الإقامة في إيطاليا، و3 سنوات في حالة الإقامة في الخارج. وجود أطفال بين الزوجين يؤدي إلى تقليص المدة إلى النصف لتصبح عام واحد فقط في حالة الإقامة في إيطاليا، وعام ونصف للمقيمين في الخارج. يتم تقديم الطلب عبر الإنترنت موقع وزارة الداخلية القسم الخاص بالجنسية، ويتم إرسال الطلب إلى المحافظة محل الإقامة. المقيمين في الخارج يتم إرسال الأوراق للقنصلية الإيطالية التابع لها في الخارج، ومنها إلى إدارة الحريات والهجرة. الأوراق المطلوبة المصاحبة للطلب عند تقديمه: شهادة ميلاد من بلد الأصل أو المنشأ، مترجمة من مترجم معتمد وموثقة في القنصلية الإيطالية التابع لها في بلد الأصل. شهادة الحالة الجنائية من بلد الأصل أو المنشأ، مترجمة من مترجم معتمد وموثقة في القنصلية الإيطالية التابع لها في بلد الأصل. إيصال الدفع 250 يورو على الحساب الجاري رقم 809020 التابع لوزارة الداخلية. شهادة الزواج طابع بريد 16 يورو، يتم كتابة رقمه في الطلب ويتم الاحتفاظ به لتقديمه مع الأوراق الأصلية عند الذهاب إلى المحافظة أو القنصلية لتقديم الأوراق. شهادة معرفة اللغة الإيطالية B1 صادرة عن مدرسة عامة أو معتمدة أو عن طريق هيئة إصدار الشهادة. ويستثنى من تقديم الشهادة الأشخاص الذين وقعوا على اتفاقية الاندماج أو لديهم تصريح إقامة طويل المدة برميسو دو سيجورنو لونجو بريودو، شهادة الحالة العائلية ستاتو دي فاميليا، وشهادة بتاريخ مدة الإقامة شيرتيفيكاتو ستورك، صورة من جواز السفر سعر المفعول، صورة من إذن الإقامة برميسو دو سيجورنو. بعد تقديم الطلب عبر الإنترنت يتم الانتظار لتحديد موعد من قبل المحافظة أو القنصلية لتسليم الأوراق، وعند ذلك يتم إصدار رقم ملف للمتقدم واللي من خلاله يتم تتبع حالة الطلب. لابد من استمرار الزواج حتى موعد حلف اليمين، أما إذا حدث الانفصال خلال مدة الإجراءات يؤدي إلى رفض الطلب. في حالة الإقامة في الخارج يتم إرسال اختار منح الجنسية للشخص عن طريق خطاب مسجل على العنوان، ولذلك يجب اختار القنصلية عند تغيير العنوان والإبلاغ بالعنوان الجديد، وعلى الشخص التوجه إلى القنصلية في غضون 6 أشهر من تاريخ الإختار لأداء قسم الولاء للجمهورية. وقبل حلف اليمين يجب تقديم سجل جنائي محدث. تم تقليص مدة الانتظار القصوى لطلب الحصول على الجنسية الإيطالية من 4 سنوات إلى 3 سنوات بعد تعديل قانون سالفيني في سنة 2020.